زوجة عبد العزيز عبد الحليم الحمراوي، معتقل بسجن برج العرب من حوالي 9 شهور. يعني أنا مش عايزة أتكلم عن زوجي كتير، بس بجد يعني هي أخلاقه اللي بتخليني أتكلم عنه، وكل الجيران يعرفوا اللي أنا هقوله ده كويس، أصحابه في الشغل يعرفوا اللي أنا هقوله كويس، إن هو يعني فعلا شخص جدير بالاحترام، شخص يجبرك على إنك تحبه. يعني لو قلنا إن هو طيب الأخلاق، محترم، خدوم، خدوم لكل الناس، في أي موقف تجيله فيه يخدمك، الناس كلها بتحبه، أمين حتى في شغله مع الناس، أمين. يعني الواحد حس بالكلام اللي أنا بقوله كله ده بعد الاعتقال، الناس كلها بقت حسيت إن هم أفضل مكانه الأول قبل ما يعتقل. كل اللي كان حتى ضدنا، اللي مش مع الشرعية، اللي مش مع الحرية، عبيد البيادة، كلهم بلا استثناء كلهم كانوا بيجوا عند زوجي وبيقولوا لا ده شخص كويس، لا ده شخص محترم، طب ليه تم اعتقاله، ده كويس ده. فسبحان الله، يعني لعل الاعتقال ده جه في مصلحته كتير جدا. زوجي تم اعتقاله يوم 26/5، يوم انتخابات السيسي. تم اعتقاله بجانب اسم المنتزه، كان أثناء مروره في اليوم ده كان الطريق كله ملغم بأمناء شرطة، مخبرين، مجندين، بلطجية، كان حاجة غير عادية. لأن هو بيتكلم في التليفون، لقى اتنين، واحد من هنا وواحد من هنا بيكلمه، انت في ايه، مين انت، حصل مشكلة بينه وبين أمين الشرطة. لا، ما بيمد ايده على الفلوس اللي معاه، قال له لا ما تمدش ايدك، طب تعالى بقى. وراح واخدينه وضربوه في السكة بالبنادق اللي كانت معاهم. وأول ما راحوا عشان يعملوا محضر، ما طلعش بقى من المحضر دوت، وليه بيقول له لا الفلوس مش هتاخدها. وراح مسك المحفظة بتاعته فيها كل الأوراق الشخصية بتاعته، إذا كانت البطاقة الشخصية، إذا كانت اللي بيقبضوا بيها اسمها إيه، اللي هي رخصة القيادة، رخصة العربية، كل الحاجات دي راح واخدها ومقطعها. حاولت اروح القسم واسال على الاوراق دي، وحتى طلعت رئيس المباحث وكلمته، قلت له لو سمحت انسانيه منك، عايزه الاوراق دي بدل ما ادخ واطلع غيرها. قال لي لا ده ما حصلش مين خدها، طيب لا ما فيش اسمه. طب مع ان هو يقدر قوي يعرف ان هو تم اعتقاله ازاي، وكان عندهم وفي محاضر وفي الناس اللي هي تم القبض عليه، كل ده يقدر، لكن هو انكر، وكل اللي في القسم انكر. قال لي ده ما تمش اعتقاله من الاصل. طب اما راح مديريه الامن ازاي، وبعد كده راح برج العرب ازاي، راح لوحده وما خدتش اي حاجه من الاوراق ديت. وعلى هذا الاساس من يوميها لغايه النهارده قعدوا يديله بقى 15 في 15 في شهر في شهرين، كل ده كان من غير اي محاكمه، من غير اي حاجه. بعد كده في اخر جلسه في حوالي 27/11 القاضي قال ان هو بناء على تحريات امن الدوله، ان هو كان بيقطع طريق في مكان حتى مش في المكان اللي تم القبض عليه، حتى مش الساعه 7، يعني هو مقبض عليه الساعه 7 الصبح عند اسم المنتزه، كاتبين له الساعة 5 في منطقة مش عارفة ناحية أليوب ولا ناحية إيه، يعني. وبقى المحامين يقولوا طب شوف في الاسم، طب أكيد كل ده متسجل، ولا حياة لمن تنادي. وعلى هذا الأساس ادوا له حكم 3 سنين و50,000 جنيه. أول مرة عملنا استئناف، وفي الآخر سنتين، وبدون أي دليل وبدون أي اتهام بدون أي قضية، حسبنا الله ونعم الوكيل. الكلام بسم الله بسم الله بسم الله. طبعا مهما يعملوا احنا واثقين ان زوجي انسان محترم وإنسان عنده مبادئ، واللي عنده مبادئ في هذه الأيام مصيره الاعتقال. أي حد عنده مبادئ هيبقى مصيره الاعتقال. لما حولوه لغاية برج العرب خلاص بقت أصبح إن إحنا بنزوره كل أسبوع مرة، في أيام ما كانش فيه لسه حكم. من ساعة ما خلاص بقى حكم قال لك أنت محكوم، يبقى كل 16 يوم، كل 16 يوم الزيارة. أنا رحت مرة قبلها بيوم منعوني من الزيارة. طب يا سيدي خلاص المرة الجاية، طب مين ومعانا أكلنا وجايين من آخر الدنيا عشان نروح برج العرب، نروح 6 الصبح. يعني أنا أتذكر كنت بصلي الفجر في الأتوبيس، أصلي الفجر في الأتوبيس عشان ألحق طابور، طابور بقى اللي هو بقى يعني إيه عذاب لوحده، إن هو بيتعمد يسيب الناس اللي شايلين أولاد على إيديهم، أطفال صغيرة، بنات، ستات عواجيز، رجالة كبار، يفضل يدخل يعني ايه نظام بالتقطير كده، حاجة بسيطة حاجة بسيطة، بحيث ان الناس تقف بره تتعذب لوحدها، الطابور ده عذاب لوحده. تدخل من الطابور دوت المفروض معاك الاكل والشرب، يقول لك يتفتش الاول بره. ليه بقى التفتيش بره ده؟ لسببين، السبب الاولاني يزهقك، السبب الثاني انه يطلع كل الحاجات اللي هو مش هيسمح لك تدخلها، زي اللبن، ممنوع اللبن، ممنوع العصاير،
ممنوع كل حاجة اللي بيها هم يستغنوا عن الكانتين اللي عندهم، او اللي بيها يعني ايه يبقى عندهم اكتفاء ذاتي من اكلهم. لا كيكة، لا حجازية، لا بسكوتات، لا بقسماط، لا فطير، كل حاجة لا لا. حتى يعني كانت احد الجيران كان عمل ايه لزوجي والمعتقلين يعني شوية كده مخبوزات كده، راح قال لي قولي الاول للظابط، رحت للظابط قال لي لا. طب فتشهم؟ لا. هو لا وخلاص، جبنه قديمه لا، جبنه جديده لا، كل حاجه لا، بحيث ان احنا نضطر نشتري من عندهم. ولو اشتريت من عندهم طبعا الحاجه اغلى بكتير، والى جانب ان الواحد فعلا يعني انا بستحرم ان انا انفعهم. يعني انفعكم ازاي وانتوا اصلا بتاذونا، بتاذونا في الدخول، وبتاذونا واحنا قاعدين، وبتاذونا في الزياره، بتاذوا زوجي جوه. يعني اتذكر ان زوجي مره تعب، فكان اشتكى من ظهره، فاشتكى شكوى جامده قوي لدرجه ان هو يعني ايه ودوه المستشفى. فكانت مروحة المستشفى دي كانت يعني نسأل الله ان ربنا ما يكتبها على حد. دخل المستشفى سليم، طلع منها يعني ميت. ادوله ما اعرفش، ادوله ابره، الابره دي وصلت معايا ان هو ما كانش بيقدر يفتح عينيه، لدرجه ان كان معايا ناس من اللي هم مش السياسيين التانيين اللي الجنائيين، فبيقولوا الحقوا الراجل بيموت، الحقوا الراجل بيموت. دخل الدكتور قال مين اللي كتب له الابره دي؟ راح التمرجي قال له انت اللي كاتب الابره دي. قال له لا الحق بسرعه، ايه الغي وادي له علاج تاني. ما اعرفش طبعا الابره دي كانت ايه اللي بيها، ما كانش بيقدر يفتح عينه ولا يقوم من مكانه خالص، بيقول انا كنت بسمع الاصوات بس. راح اداله ابره تانيه، ما اعرفش عملت له سيوله ولا ايه، لقوا الدم تحت منه مغرق السرير. بعدها قال له معلش انت في سجن ومش في سجن، قال له انا عشان في سجن تموتوا الناس، لا رجعوني الزنزانه. حتى انا استغربت يعني ازاي ده، يعني ترجع الزنزانه على الاقل في المستشفى يبقى فيها سرير ولا حاجه. قال لك لا ده دي يعني موت تاني. فرجع الزنزانه بتعبه بكله، حتى برضه مره تانيه يعني كل مره يدخل المستشفى يقرر ان هو ما يدخلهاش، بس سبحان الله يعني بيلجأ لها لما بيكون خلاص بقى وصل ايه ان هو بيموت فعلا. موضوع ان هو يمنع منك كل حاجه دي لوحدها دي بتزعل الناس كلها، لان بتبقى الاهالي تعبانين في فلوسها عقبال ما بيعملوا الحاجه دي ويشيلوها ويودوها، وبعد كده يقولوا لا. يعني اكلم زوجي طب انتوا عاملين ايه، يقول لي ساعات ما بيقلبوا عليهم اول حاجه يمنعوا عن الميه والنور، دي رقم واحد، لدرجه ان هم يعني ما كانوش بيرضوا يدخلوا الحمام او يشربوا او ياكلوا عشان عارفين ان هم قاطعين عنهم الميه مش هيقدروا يدخلوا الحمام. كذلك النور، عارفين ان هم بيقعدوا في النور بيعملوا مسابقات بيقراوا قران بيعمل، لا احنا ايه يعني هنزهق. مثلا اليوم ساعه تريض، ساعه تريض دي بتبقى ساعه في ال 24 ساعه، استخسر فيه الساعه ممنوع الساعه دي، اصبح ال 24 ساعه في الزنزانه سجن جوه سجن جوه سجن، بالنسبه لهم شيء مميت. لدرجه ان هو يعني تعب بالعمود الفقري، تعب بالبواسير، تعب برجليه، تعب يعني امراض الدنيا كلها في هذا المكان. لان فعلا والله حسبنا الله ونعم الوكيل فيهم، هم لا يراعوا ادميه اي انسان ولا حقوق انسان ولا اي حاجه. نسال الله ان ربنا يجعلهم مخرج جميعا. يوم السبت اللي تم فيه تنفيذ حكم الاعدام على الاستاذ محمود رمضان، وانا اعرف عنه ان هو محاسب وان الراجل دوت يعني ظلم ظلما كثيرا. يوم السبت اللي تم تنفيذ حكم الاعدام على الاستاذ محمود رمضان كان يوم بصراحة يعني كان يوم صعب جدا 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 لينا بره، والأصعب منه كان على المعتقلين بالداخل. ما كانوش يتوقعوا إن هو هيقدم على إعدام، حتى إعدام ناس بريئة بدون أدلة بدون مستندات، لمجرد إن الإعلام قال زي ما قال الإعلام القاضي إيه حكم. فكانت بالنسبة لهم صدمة كبيرة جدا جدا جدا، لدرجة إن هم بقوا يخبطوا على الزنازين وحزنين جدا، والاهالي كانت داخله حزينه. ومن ساعتها بقى راحوا قلبوا عليهم قلبه جامده قوي، ان هم منعوا تاني ميه وتاني نور، الزياره بقت 10 دقائق، بقى يزهقوا الناس بره، لدرجه ان هم كانوا بيضربوا الناس في الطابور. يعني كانوا في احد الابناء المعتقلين كان ماسكين له عصايه وبيضربوا فيه، احنا مش عارفين هو بيضربوا، طب بيضربوا ليه وعشان ايه؟ الناس فعلا يعني حزينه جدا جدا جدا. الظلم طعم مر، طعم مر، بس والله ان شاء الله ربنا سبحانه وتعالى الراجل ده هو تم اعدامه يعني ظلم، بس ان شاء الله ربنا سبحانه وتعالى هيجيب له حقه، وان شاء الله احنا عندنا ثقه انه هيجيب له حقه في الدنيا قبل الاخره، وفي الاخره ربنا ان شاء الله هو اللي ينتقم منهم جميعا يا رب. بسم الله الرحمن الرحيم. انا بنت البطل عبد العزيز عبد الحليم. يلا. بسم الله الرحمن الرحيم. انا بنت البطل عبد العزيز عبد الحليم. عايزه اقول له هو وحشني ونفسي اشوفه قوي. ربنا يعني انا بدعي كل صلواتي على السيسي
ربنا ياخده ويكله. خلاص بقى، خلاص كده بس. ايتين وكل ده انسان حسنته. انا عايزه اقول كلمه السيسي ان ربنا ياخده وياخد كل الظلمه، وان شاء الله مش هنسيب حق الشهره وبس.